قبل ما نبدا هذا الفلوج واش راح نقول لكم؟ انا تعبت وخدمت خدمت خدمت فيلمي تصورت فيلمي تصورت درت كلش، ومن بعد كي كنت رايح الجامع باش نصلي كان الجامع مغلوق واحد 5 دقائق قبل ما يفتح، انا قاعد في الطوموبيل راح فيريفيت الفيديوهات لقيت فيهم كاع مشكل تاع الصوم لا بليبار واحد 95%. دونك انا بعد قلت خلاص ما نديرش الفلوج نحبس خطره اخرى، لانه انا اليوم وقت الجمعه اللي ما نخدمش وجمعه اللي من هي راح نخدم. دونك انا واش قررت؟ قلت ان نلصق الفيديوهات هذو نخدم مونتاج، ولكن الهضره تاعي ما تشوفوها ما تسمعوهاش على كل حال، لانه كان فيها صوت الفيديو فيها صوت، فلهذا ندير موسيقى وخلاص. هذا واش كاين رانا نتعلموا وخلاص. قال لك من الخطا نستفيد، واللي عنده اي اقتراح ولا فكره ما ينساش الكومنت. عيط الله في روحتكم وتابعوا معايا الفلوج. واش ليكيب كاش جديد؟ بالك اليوم ندير فيها فلوق مليح، واش رايكم؟ سوق السيارات لي فواتور روحوا ان شاء الله. انا راني واجد اي ام لا اتهلاو
عييت كيما قلت لكم في اول فيديو. يعني راكم تشوفوا راني هذا كملت الفلوغ والمونتاج على كل حال. مهم الى ما متزعفوش عليا برك لاني ما نسقتش الفيديوهات مليح، هذا بمشكل تاع الصوت. انا عملت هذاك السيلفي تاع السيلفي وبرانشيته مع التليفون، في الاخير خرج يعني واحد صوت مزعج، لهذا انا درت بعض الموسيقى وممكن يعني تشوفوا امور يعني تشوفوا خلل تفهموا الوضع وخلاص. هذه هي واش راح نقول لكم. حياك الله. Thank you.